بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، تتحرك قواتنا المسلحة وجيشنا الوطني في الميدان برباطة جيش وببطولات وثبات منقطع النظير. تتكبد من خلال هذا الثبات وهذه البطولات الميليشيات الحوثية الخسائر الجسيمة في الأرواح والعتاد، والمعارك على أشدها في جبال صنعاء وتباب نهم وغيرها من المناطق في الجوف وغيره. هذه المعارك الممتدة للجيش الوطني مع هذه الميليشيات، والذي تداعى أبناء الشعب اليمني قبائل ورجال لإسناد جيشهم الوطني في معركته مع هذه الميليشيات، وتحركت أيضا بعض الجبهات الأخرى وتكبدت الميليشيات الخسائر الكبيرة نظرا لهذا الثبات وهذا الصمود وهذا التحرك. فما بالنا والجيش الوطني يقدم هذه التضحيات، يتم إسناده بشكل أفضل من قبل الشرعية وقادتها، وبشكل أكثر فعالية أيضا من قبل التحالف لدحر هذه الميليشيات والذهاب نحو استكمال تحرير المناطق التي ما زال يسيطر عليها. اليوم مشاهدينا الكرام، سنسلط الضوء على الجيش الوطني وعلى بطولاته وتحركاته الميدانية المكثفة وصده للهجمات الحوثية وتقدمه في كثير أو بعض من المناطق التي تشهد اشتباكات في الجوف وفي تعز وغيرها، والالتفاف الشعبي الكبير الذي يحظى به الجيش. هذا الموضوع سأناقشه ومستجدات الأحداث أيضا مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب العقيد عبد الله الشندقي الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة. سعادة العقيد عبد الله الشندقي، أسعد الله مساك وأهلا وسهلا بك في برنامج مستقبل وطن. أسعد الله مساك أستاذ مختار، وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، من خلالك سنستطلع مستجدات الأحداث وطبيعة المعارك والترتيبات الميدانية والتحركات كذلك الذي يقوم بها وينفذها الجيش الوطني لدحر الميليشيات واستكمال التحرير. لكن في البداية وكما هو معتاد، مزيد من تفاصيل حول موضوعنا في سياق هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس. طويلا جرى الإعداد لمعركة أرادها داعمو الميليشيا فاصلة وضربة ظنوها قاضية. حدد من يحرك الميليشيا أن التحرك يجب أن يستهدف نهم صنعاء وصولا للجوف ومأرب. استغل داعم الميليشيا فترة التيه في صحراء وهم المفاوضات، فجمع السلاح فأوعى وحشر للميليشيا الخبراء والمقاتلين، ثم نادى جاعلا من بعض الثغرات القاتلة كاستمرار سيطرة الميليشيا على الاتصالات نقاط قوة في يده، ليتحدث مؤيدو الميليشيا عن متوالية سقوط كتلك التي شهدها الوطن بداية الانتفاشة. نسي داعمو الميليشيا ومحركو خيوطها أو تناسوا أن الوطن منذ مكرهم به في 2014 قد شهد متغيرات، أبرزها ميلاد جيش وطني بإمكانه تغيير مسار المعركة رغم كل التحشيد ضده وكل الخذلان الذي تعرض له. وخلف الجيش ومعه مواطنون، لم يكتفي بعضهم بتأييد الجيش بل تحولوا لجزء منه حين حمي وطيس الحرب وأدركوا خطورة المخطط الذي يستهدف اليمنيين بما فيهم أولئك الذين نسوا أن الميليشيا عدوة الجميع ونكلت بالكل، حتى أولئك الذين صفقوا لها يوما من باب الجهل أو المكايدة. آتت بطولات أبطال المتارس ثمارها، وما يزال الأبطال في جغرافيا صنعاء ومأرب والجوف وسواها من جبهات الكرامة يصنعون تاريخا يستدعي احتشاد الجميع معهم ليكونوا ضمن صناع التاريخ، عشاق الكرامة الرافضين لمشروع الاستعباد الإيراني، المشروع الذي يتمدد في زمن المفاوضات وينقض كل الاتفاقات
وينقض على المخرجات. مشروع الدمار الذي تتمثل طريق النجاة منه بأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، قلب الجندي المتقدم في معركة استعادة وطنه، لا يضره من خذله. وبدعم أولئك الجنود يسقط مشروع إيران في اليمن وفيما خلف الحدود. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. أجدد ترحيبي بكم مشاهدينا وبضيفي عبر الأقمار الصناعية من مارب الأستاذ العقيد عبد الله الشندقي الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة. سعادة العقيد أجدد ترحيبي بك، وكونك الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة أطلعنا عن سير المعارك ومستجداتها في جبهات صنعاء ونهم والجوف وغيرها. مرحبا، التحية لك أستاذ مختار ولمشاهدي قناة سهيل الأكارم. المعارك اليوم في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء تتواصل في ظل تقدم للجيش الوطني، وأيضا هنالك خسائر كبيرة تلاقيها ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية. هنالك قتلى خلال اليومين الماضيين بالعشرات من صفوف الميليشيات الانقلابية، هنالك قتلى في قلب المعركة في نهم، وهنالك أيضا قتلى في ميسرة المعركة داخل جبهة صلب وحريب نهم. حاولت الميليشيات في جبهة صلب التقدم نحو الجبهة والاستيلاء والسيطرة على بعض المواقع، لكنها فشلت في ذلك. هنالك الجثث مترامية، استطاعت عدسة سهيل وكثير من القنوات الإعلامية أن تلتقط تلك الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان داخل منطقة صلب وحريب نهم. استطاع الأبطال الجيش الوطني في هذه المنطقة أيضا بإسناد القبائل، قبائل نهم الأبية، استطاعوا أن يسيطروا على هذه القوة التي دخلت وتقتل عن بكرة أبيها. فر القليل من هؤلاء. طبعا الميليشيات تزج اليوم بأطفال في أعمار الزهور في عمر 14 و15 و13، يأتون إلى هذه الجبهات، لكن الجيش الوطني لا يستطيع أن يصنع شيء. هذه الميليشيات تقذف بهؤلاء الأبناء بفلذات أكباد اليمنيين إلى حمم الموت، لا تبالي بهم. هنالك المئات أخي الكريم من القتلى خلال الأسبوع المنصرم. شيعت الميليشيات في محافظة صنعاء ومحافظة دمار وعمران وغيرها من المحافظات أكثر من 300 قتيل من هذه الميليشيات الذين سقطوا داخل جبهة نهم، بما فيهم القيادات لهذه الميليشيات. هنالك أخو مهد المشاط وأيضا المؤيد قائد كتيبة الموت وكثير من قيادات الميليشيات اليوم قتلوا، ويعني تم قتلهم داخل هذه الجبهة المباركة جبهة نهم، وذلك لأنهم رموا بأنفسهم أمام الجيش الوطني، فما كان من الجيش أن دافع عن هذه الأرض وعن هذه الأماكن. نعم. بقتل هؤلاء. هؤلاء اليوم تزج بهم هذه الميليشيات في حمم المهالك ومهاوي الردى. نناشد. نعم سعادة العقيد، الميليشيات وكما هو معتاد منها كما هو معتاد من الميليشيات منذ أن كانت في الصعدة ووصولا إلى عمران وغيرها تسوق مقاتليها كالمواشي كما يقال نحو حتفهم في جبهات القتال، ولا تأبه للأعداد التي ترمي بهم في هذه المحارب. كل همها هو أن تسيطر على مكان أو تصل إليه. صحيح أن خسائر الأرواح عند كل من يحترم الروح الإنسانية يعتبر كبيرا، لكن الميليشيا تركز على المواقع التي تسيطر عليها وتعتبر ذلك انتصارا كبيرا، وبالتالي سيطرت على أجزاء من فرضة نهم وتعتبر هذا أيضا إنجاز كبير. ولا ما تعليقك؟ أخي الكريم، المعركة اليوم ليست معركة تبة أو جبل. معركتنا مع هذه الميليشيات هي معركة طويلة استمرت للخمسة الأعوام المنصرمة. هذه الميليشيات جاءت بإمكانيات دولة كبيرة سيطرت عليها من أسلحة وذخائر ومعدات. سيكتب التاريخ يا أستاذ مختار أن الجيش الوطني اليمني الذي تأسس من الصفر استطاع أن يحرر 80% من الأرض اليمنية. استطعنا أن نحرر هذه الأرض
بالبازوكا وبالاربيجي والمعدل وال12 7، واستطعنا ان نخرج الحوثي من داخل عدن وداخل مأرب وداخل المحافظة شبوة وغيرها من المحافظات بالأسلحة البسيطة، طبعا بإسناد التحالف العربي لا شك وهو مشكور على ذلك، لكن سيكتب التاريخ أن هؤلاء الأبطال الجيش الذي صنع من الصفر كما صرح فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي بأننا أسسنا جيش من الصفر، جيش استطاع أن يحرر هذه البقاع كلها. بدأنا المعركة من داخل محافظة مأرب من أسوار المجمع، واستطعنا أن نمشي حتى نصل إلى ما يقارب 30 كيلومتر تفصلنا أو 40 كيلومتر عن العاصمة صنعاء. ليست معركتنا في جبل، هذه يعني فر وكر المعركة. نحن أعيننا على صنعاء وعلى محافظة صنعاء، أعيننا على تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. يا أخي الكريم، الجيش الوطني سيواصل المعركة بالإمكانيات الموجودة بإسناد التحالف العربي حتى نسيطر على ما تبقى من الأراضي اليمنية تحت سيطرة هذه الميليشيات. معركتنا اليوم نحن يعني كبيرين بالحق الذي نحمله، نحن اليوم حجمنا بحجم الحق الذي نحمله. نحن اليوم ندافع عن اليمن، عن اليمنيين، عن الدولة، عن المؤسسات، عن الجمهورية، عن الكرامة، عن الأخلاق، عن العرض. هذه الميليشيات ميليشيات جاءت مستوردة لأفكارها ومعتقداتها. الأخلاق الذي هي عليها اليوم ميليشيات الحوثي ليست أخلاق اليمنيين. هؤلاء جو ببرنامج يعني كامل مستورد، أفكارهم، معتقداتهم، أخلاقهم، برامجهم، أهدافهم حتى ليست يمنية. للأسف أن أهداف هؤلاء ليست حتى أهدافهم الشخصية لبناء دولة يمنية لهم لهذه الميليشيات، لا، بل هي أهداف تخدم ولاية الفقيه. لكننا اليوم سنواصل السير وسنستمر في المعركة. ليست معركتنا هي فرضة نعم أو هي جبل في فرضة نعم أو هي جبل في يعني منطقة من مناطق الجمهورية. معركتنا هي معركة الجمهورية وتحرير ما تبقى منها، معركة استعادة الدولة، معركة استعادة المؤسسات، معركة استعادة كرامة اليمنيين والذود عن أعراضهم. اليوم ستستمر هذه المعركة. نعم، هي المعركة مستمرة سعادة العقيد، والترتيبات مكثفة، ترتيبات مكثفة، ويعني القادة شاهدنا أيضا وزير الدفاع اليوم موجود في الميدان، تغييرات أيضا في قيادة المنطقة، يعني المحافظين ملتحمين مع قيادة الجيش، هناك أيضا يعني قبائل ورجال قبائل مشاركين، وبالتالي هناك إعدادات وترتيبات ميدانية مكثفة لما هو أبعد من استعادة بعض ما فقده الجيش من بعض التباب في نهم. أخي الكريم، هذه المعركة هي وحدت الجهد اليمني، جهد المؤسسة العسكرية وجهد المؤسسات المحلية وجهد حتى القبائل اليمنية. اليوم الجميع يلتحم في صورة قتالية وفي ملحمة بطولية وفي لوحة أسطورية تسطر النضال. الجميع اليوم من رئاسة الجمهورية إلى الأسقر جندي في الحكومة أو في الجيش اليمني، إضافة إلى القبائل، اليوم قبائل مأرب وقبائل الجوف، قبائل نهم، قبائل بني جابر، القبائل كلها اليوم تحتشد لتصنع معركة البطولة، وستكون إن شاء الله المعركة الأخيرة لهذه الميليشيات للقضاء على ما تبقى منها ولتحرير الأرض. أخي الكريم، هذه الميليشيات وحدت اليمنيين، وحدت الصف اليمني، وحدت المؤتمري والاشتراكي والإصلاحي والناصري والبعثي، وحدت القبائل، وحدت الجميع في صف واحد، لأن هذه الميليشيات هي ميليشيات ضد كل ما هو ضد الدولة اليمنية والجيش اليمني والقبيلة اليمنية والمواطن اليمني، بل هي ضد كل ما هو عربي، هي ضد كل ما هو عربي. يجب أن يفقه الجميع أن هذه الميليشيات تحمل أهداف فارس، تحمل أهداف إيران، هي عينها اليوم على اليمن، على مكة، على المدينة، على الخليج والحجاز، على الجميع. نحن اليوم نخوض معركة العرب،
نحن اليوم نخوض معركة المقدسات الإسلامية، نحن اليوم نخوض معركة مصيرية عن اليمنيين وعن العرب وعن مقدسات المسلمين أمام هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تحمل أهداف سليماني، تحمل أهداف خامنئي، تحمل أهداف نصر الله، لا تحمل حتى أهداف يمنية. ليست لدى عبد الملك الحوثي ولا جماعته ولا أنصاره أهداف يمنية، لا يمكن أن تكون له أهداف يمنية. أهدافهم هي أهداف إيران، وأهداف إيران يعرفها الجميع أنها الاستيلاء على المنطقة العربية. ومن قبل صرح أحدهم بأنه استولى على العاصمة الرابعة صنعاء. أخي الكريم، نحن سنخوض هذه المعركة عن أنفسنا وعن العرب وعن المسلمين أمام هذه الميليشيات الإيرانية الفارسية المجوسية التي تحمل هذه الأفكار. اليوم اليمنيون توحدوا أمام هذه الميليشيات. الدولة اليمنية اليوم نهضت، والحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية والجيش اليمني ليقف صفا واحدا أمام هذه الميليشيات. نعم. معركتنا ليست نهم، وهدفنا ليس نهم فقط، هدفنا تحرير ما تبقى من الجمهورية، وبداية بالعاصمة صنعاء، وهذه ستكون المعركة القادمة إن شاء الله. واليوم الجيش يخوض المعارك شرق صنعاء، وستكون لنا طرق أخرى. هنالك مسارات اليوم يصادق عليها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع على خطط عسكرية جديدة ومداخل جديدة للعاصمة صنعاء. قد تكون نهم أحدها، أو قد يكون هنالك مداخل أهم من مديرية نهم أو من طريق نهم. هنالك مداخل وافق وصادق عليها اليوم قيادة الجيش الوطني ورئاسة الجمهورية لمعركة شاملة. سيكون دخول صنعاء من أكثر من محور. يجب أن لا تفرح هذه الميليشيات بنصرها في تبة أو تبتين. ما بعد هذا اليوم سيكون أعظم وأشد على الميليشيات وأنكى. والجيش اليمني اليوم في جاهزية عالية وفي معنويات مرتفعة، وقدا سنكون إن شاء الله في صنعاء نسجد سيدات الشكر داخل الـ70 وفي التحرير بعد نصر الله عز وجل الذي سينصر به الجيش الوطني بإسناد التحالف العربي، وسنكون قد حررنا العاصمة صنعاء وما تبقى من محافظة الجمهورية أمام هذه الميليشيات. سعادة العقيد عبد الله الشندقي، لا لوم على الجيش الوطني أبدا، بل يعصب به الرأس كما يقال، يفتخر به اليمنيون، والدليل على ذلك حجم الاحتشاد والدعم والإسناد الذي الشعبي، أنا أركز هنا على الشعبي الذي يحظى به الجيش الوطني، وحجم حب والتقدير والدعوات من كل المظلومين والمضطهدين والوطنيين وكل من عانى وكل من يبحث عن الخلاص لهذا الجيش بالانتصار. هذا الجيش يفتخر به ولا يلام، لكن إدارة المعركة اليوم تحتاج إلى إعادة تموضع، ترتيب، إلى جدية، البعض يقول أكثر، لأن السنوات الكثيرة الماضية التي مضت وإن طالت فمعظمها تذهب بهدى سلام كاذب مع الميليشيات، والبعض منها يذهب في عمليات حسابات غير معتبرة لا علاقة لها بالمعركة الأم المصيرية للشعب اليمني. كيف يمكن إعادة اليوم ترتيب المعركة بعيدا عن الهدن المزعومة والدعوات سواء من جريفيث أو غيرها التي يستفيد منها الحوثي لإعادة تموضع قياداته وقواته؟ أخي الكريم، قلنا هذا الكلام قبل اليوم ومرارا وتكرارا. عندما كان الجيش الوطني على قدم وساق، وكان على مقربة غريبة عدة كيلومترات بسيطة من ميناء الحديدة، قامت الدنيا ولم تقعد، وجاء مبعوث الأمين العام الخاص، وقام كل دول العالم، أمريكا، بريطانيا وغيرها من دول العالم، تصيح وتولول على أساس أن يقف الجيش الوطني نظرا للجانب الإنساني. وبالتالي توقفت المعركة، وكانت الميليشيات قد فرت من الحديدة، وكان الجيش الوطني على يعني غاب قوسين أو أدنى من أن يسيطر على المنطقة. نحن كذلك في نهم بعد تحرير فرضة نهم وتحرير الجبال المسيطرة العالية، استطاع الجيش الوطني أن يتقدم، وإذا بمبعوث الأمين العام الخاص داخل صنعاء ويطلب السلام. ما حصلنا من الهدن والمفاوضات السابقة
إلا إعادة تموضع للميليشيات وإدخال أسلحة جديدة لم تكن موجودة لديها، وفتح ممرات سواء من البحر أو من غيرها لإدخال هذه الأسلحة الجديدة والذكية. كل ذلك ورثناه أو حصلناه أو نلناه من وراء الهدن والمفاوضات السابقة. أخي الكريم، نحن اليوم في الجيش الوطني على قناعة تامة أن السلام الدائم والشامل لليمن ولليمنيين هو في استكمال التحرير، هو في المعركة. هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة البندقية، لا تفهم إلا لغة الصاروخ والمدفع، لا تفهم لغة المفاوضات والحوارات. وبالتالي يجب على من لم يعقل أن يعقل بأن هذه المفاوضات عبثية ولا طائل منها إلا إعادة موضع صفوف الميليشيات. وبالتالي لا يمكن أن نرضخ لهذه المفاوضات أو أن يضحك علينا كما ضحك علينا في السابق بهذه المفاوضات العبثية. لم نجني من هذه المفاوضات إلا أن الميليشيات تعيد تموضعها وترتيب صفوفها، فإذا ما عادت تموضعها هجمت. كانت الحكومة اليمنيه وأيضا المجتمع الدولي والتحالف والجميع كانوا مخدرين بمفاوضات ستوكهولم، ويعني ما تم ترتيبه داخل الحديدة. ما جنيناه من ستوكهولم هو هذه المعارك التي نخوضها اليوم، وهذه الأشياء التي يحشدها الميليشيات الحوثية. هذه الحشود سعادة العقيد عبد الله التي يحشدها الحوثي، التوجه نحو صنعاء واستكمال التحرير، هذه الحشود التي يحشدها الحوثي يستفيد كثيرا من الهدن التي أشرت إليها. ومن نقطة أخرى هي في غاية الأهمية والكثير يتساءل عنها في حقيقة الأمر، وهي أن عملية إدارة المعركة من قبل الشرعية والتحالف مع الميليشيات الحوثية ليس هناك تناغم كامل ما بين الجبهات، يعني تتوقف جبهة ويستفرد الحوثي بجبهة أخرى. مع كل التضحيات والدماء التي أهدرها الحوثي في جبال نعم، أثبت الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة أنه لوحده قادر على دحر هذه الميليشيات واستكمال المعركة، فما بالك لو احتشدت كل المناطق؟ نتحدث مثلا عن البيضاء، عن الضالع، عن تعز، عن ميدي وجبهات حجة، عن صعدة. السؤال الذي يبحث الجميع عن جواب له ولا يجدون، نحتاج لماذا لا يتم ترتيب المعركة بشكل متكامل وفي آن واحد زمانا ومكانا لكل الجبهات؟ أخي الكريم، هذا ما نتمناه. اليوم الحوثي يجمع إلى نهم من داخل الساحل الغربي ومن داخل جبهة صعدة ومن داخل ميدي ومن داخل عز ومن كل الجبهات، يجمع هؤلاء العناصر كبيرة يستطيع اليوم أن يحشدها. اليوم هو يجمع هؤلاء المقاتلين ممن غرر بهم من جبهة إلى أخرى. فنتمناها، الذي نتمناها اليوم أن تتحرك الجبهات في آن واحد. لو تحركت كل الجبهات في لحظة واحدة وفي وقت واحد لاستطعنا تحرير ما تبقى من الأرض اليمنية في غضون أشهر بسيطة، إذا لم نقل أسابيع. الجيش اليمني، الجيش الوطني، أن يتفاعل مع توجيهات وجرات بها خلال البيان الصادر خلال تحريك كل الجبهات وعدم الرضوخ إلى ما يسمى بالمفاوضات وتحريك كل جبهات القتال تبقى من الأراضي اليمنية. نعم نعم. إذن التحركات الآن الجارية ميدانيا، دعنا أيضا نعود إليها لنشبع الحديث حولها. ما الترتيبات الآن الجارية والحاصلة في صنعاء حيث تتواجد قوات الجيش الوطني في كثير من الجبال هناك في مديرية نهم وغيرها، وكذلك في الجوف وغيرها من المناطق؟ دعني أشير هنا أيضا إلى منطقة هيلان وصرواح، وكان هناك زيارة للجيش لقادة الجيش إلى هذه المنطقة. نعم أخي الكريم، اليوم الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة
كما هو أيضا في الثالثة والسادسة كانت لهم خطط عادوا انتشار وتموضع الوحدات العسكرية على ضوء هذه الخطط، أشرف عليها وزير الدفاع. كان هنالك أيضا صغير بن عزيز رئيس العمليات المشتركة. كان هنالك قيادات المناطق العسكرية الموافقة خطط للمعركة التي نخوضها اليوم ولتموضع الوحدات العسكرية التي كانت في بعض المناطق. اليوم أخي الكريم لدى الجيش الوطني خطط عسكرية دقيقة وعالية، نعرف أين نضع أقدامنا. ستكون المعارك القادمة مبشرة بخير وبانتصارات كبيرة، سيكون خلال المعارك القادمة خطوط جديدة وجبهات قد ربما لم تكن من قبل قد فتحت ستفتح خلال الفترة القادمة. هنالك عدة محاور سيتم التوجه صوب العاصمة صنعاء من خلالها، ستتحرك كل هذه المحاور وبالتالي ستفشل الميليشيات، ستفشل فشلا ذريعا وستكون الانتصارات للجيش الوطني العاجل من خلال هذه الخطط العسكرية التي تم يعني تجهيزها وتمت المصادقة عليها من قبل القيادة العسكرية وأيضا القيادة السياسية. نعم. نحن سيكون في خلال الفترة القادمة انتصارات سيصنعها الجيش الوطني كبيرة وستكون هنا إن شاء الله. نعم سعادة العقيد، يعني متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يتحدثون عن أهمية وصول الدعم والإسناد المستمر للجيش الوطني وخصوصا فيما يتعلق بالسلاح النوعي، السلاح النوعي الذي ينقص الجيش الوطني. إذا كانت الميليشيات الحوثية استطاعت أن تهرب الصواريخ الحرارية بدعم إيراني واضح ويصل إلى أفرادها في الجبهات، الجيش اليوم يحتاج إلى مثل هذه الصواريخ الحرارية بالقدر المطلوب، وبالتالي هنا السؤال كيف يمكن لقيادة الشرعية للقيادة العليا للقوات المسلحة أن توفر لجيشها هذه الأسلحة النوعية التي كما تابعنا عندما استخدمت في الضالع غيرت تماما من مسار المعركة. كما ذكرت أخي الكريم ضرورية، نحن اليوم نخوض المعارك بأسلحة يعني الأسلحة المعروفة. هنالك وعودات من قبل قيادة الحلف العربي، طبعا تم الاحتياجات من قبل التحالف العربي خلال اليومين الماضيين، هنالك تعزيزات لآليات عسكرية ولأسلحة عسكرية جديدة ستشارك في المعركة ربما لأول مرة بعضها. نحن نطلب المزيد من الدعم اللوجستي، الدعم بالآليات بالأسلحة الذكية والمتطورة من قبل التحالف العربي. التحالف العربي مشكور خلال هذه الفترة يقوم بكثير من الإسناد والدعم، نطلب من التحالف العربي المزيد. نحن اليوم طيب هناك تقطع في الصوت الجيش الوطني فقدنا الإشارة، أريد إذا أتيحت لنا الفرصة في الدقيقة الأخيرة أن نسأل عن مرتبات الجنود المقاتلين، إذا كنا نتحدث عن 7 أشهر حتى الآن وهم لا يستلمون مرتباتهم وهذا الشهر الثامن، هل هناك ترتيبات الآن من قبل الحكومة والشرعية لإغلاق هذه المأساة وعدم تكرارها؟ أخي الكريم هذا يعني أمر يحز في النفس. أخي الكريم لا تجد جيش في العالم يقاتل في الجبهة ولمدة 5 سنوات تتأخر رواتبه ل8 أشهر ل9 أشهر. نحن اليوم في العام 2020 أو كنا في العام 2019 نتقاضى مرتبات، الجيش كان يتقاضى مرتبات 18 ويا ليتها كانت يعني منتظمة، بل تأتي رأس 8 الأشهر السبع، لكن هذه لم تكن هي من الأسباب في تأخر المعركة. هذه لم تؤثر
في معنويات الأبطال داخل المعركة، بل أنهم يصنعون الملاحم الأسطورية بهذه المرتبات التي تتأخر لمدة التحية لهم سعادة العقيد والتحية لمدة خمس سنوات. واعذرني على المقاطعة، وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة، لكن عالية ومرتفعة وسيصلون إلى صنعاء إن شاء الله. هم فخر اليمن ودرعها الحصين، وليس هناك أعظم من ذلك الجندي الذي يقدم روحه من أجل وطنه وبصمود عالي وبعقيدة وطنية أيضا خالصة، وبتضحيات رغم تأخر المرتبات وضيق المادة. هؤلاء هم من سيكتبون تاريخ اليمن الحديث، وسيحررون هذه أراضي اليمن من المشروع الإيراني وأدواته في اليمن. فاصل قصير مشاهدينا، نعود ونستكمل حوارنا مع ضيوفنا الذين سينضمون إلينا عبر الهاتف، وسنستطلع من خلالهم تطورات الأوضاع في الميدان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا ونسلط الضوء على الجيش الوطني وتحركاته الميدانية المكثفة والالتفاف الشعبي الكبير الذي يحظى به، والمتطلبات أيضا التي ينبغي الأخذ بها في عين الاعتبار، وعدم التهاون أو التساهل مع احتياجات هذا الجيش الذي يقدم ويضحي من أجل اليمن ومن أجل رجالها ونسائها وجمهورية هذا الشعب ووطنه من المشروع الإيراني الذي يتسلل عبر الميليشيات ليسيطر. أستكمل حوارنا مع ضيفي عبر الهاتف العقيد عبد الباسط البحر، ركن التوجيه، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز. سعادة العقيد عبد الباسط، أهلا وسهلا. إن كنت تسمعني سعادة العقيد عبد الباسط أجدد ترحيبي بك. أريد أن أسمع منك طبيعة الجهود والترتيبات الميدانية للجيش الوطني في جبهات تعز، خصوصا أن الأنباء تتحدث عن معارك شرسة أيضا دارت في بعض الجبهات هناك. حياك الله أخي الكريم، وشكر موصول لك وللمشاهدين جميعا. تعز معاركها مفتوحة، لكنها أحيانا تشهد تصعيد كبير في وتيرة الأعمال القتالية. 24 ساعة الماضية كانت أشرس المعارك وأعنفها بمختلف أنواع الأسلحة في الجبهة الغربية وأيضا شمال غرب المحافظة وفي الجبهة الشرقية أيضا. الميليشيات الإنقلابية قبل ذلك، قبل يومين وأمس أيضا، كانت تستهدف الأحياء السكنية للمدينة من أماكن تمركزها في محيط المدينة بالمدفعية الثقيلة وبالمدفعية الصاروخية الكاتيوشا. عدد من هذه القذائف سقط على أحياء بيرباشا وأيضا أحياء وادي القاضي والبعرارة وأحياء المسبح وبعض أحياء الشرقية والشمالية للمحافظة. أخطر هذه القذائف تقريبا سقطت في سوق شعبي في منطقة المقهاية بالمدخل الغربي للمدينة في منطقة الضباب، وأدت إلى وفاة 3 من المواطنين وجرح 10، بعضهم إصابتهم خطيرة، وأيضا أدت إلى أضرار بالممتلكات حيث تدمر أحد مركبات المواطنين وأيضا معرض للدراجات النارية. الجيش الوطني بعد يعني تصعيد الميليشيات الهستيري وقصفها المركز على الأحياء والأسواق الشعبية ولكن تجمع المواطنين، تحرك رد على مصادر النيران المعادية وهم هذه المواقع التي تطلق القذائف الثقيلة على أماكن الجيش وعلى الأحياء المدنية. المعارك تدت ذكرت لك في غرب المحافظة،
كانت هناك مواجهات عنيفة استمرت لساعات، و ثم عودت المواجهات مرة أخرى بعد سراحة محارب في محيط جبل الهان، وأيضا في وادي حدران، وفي من الربيعي والضباب أيضا في الأطراف الشمالية، وأيضا في محيط معسكر الدفاع الجوي في شمال غرب المحافظة وفي شرق المحافظة في منطقة الكريفات. بعض هذه الأعمال القتالية كانت أعمال دفاعية كما هو الحال في الكريفات والدفاع الجوي، حيث تصدت قوات الجيش الوطني لمحاولات تسلل وأيضا لعمليات هجومية قامت بها الميليشيات الانقلابية وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. في الغربية كان الجيش هو الذي هاجم مواقع الميليشيات الانقلابية ودارت اشتباكات عنيفة في تلك المواقع، ولا زال المعركة مستمرة، صحيح متقطعة بين حين وآخر لكنها تعاود من جديد. هناك طبعا تم استهداف مراكز قيادة وسيطرة للميليشيات أدت إلى مصرع المشرف والقائد الميداني للقطاع الغربي للميليشيات أبو عبد العزيز، وأيضا أبو تراب أو أبو ثابت الهاشمي أحد القيادات المتحوثة مع مرافقيهم حدود 10 من مرافقيهم، وأيضا عشرات الجرحى لدى الميليشيات، وتدمير مخازن للسلاح وتدمير أيضا بعض الأسلحة. نعم، إذن هذه مستجدات الساعات الماضية التي شهدتها تعز، وبالتالي معركة ابناء تعز وقوات الجيش خصوصا في تعز ضمن النسق العام للقوات المسلحة وللجيش الوطني الممتد في جميع المحافظات اليمنية حيث تدور المعارك. السؤال عن يعني أهمية تفعيل القتال المشترك وتوحيد الخطط وكذلك يعني غرفة العمليات الموحدة. طبعا هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب والذي كان ينبغي أن يتم الاشتغال والعمل عليه، أن تكون القيادة والأمر واحدة وأن تشتعل وتتحرك كافة الجبهات، لأن الميليشيات الانقلابية بتصعيدها للأعمال القتالية وبوتيرة العنف وبأعمالها بأكثر من جبهة هي خرقت الاتفاقات و يعني تجاوزت كل ما كان يعني قد تم التوافق عليه، وبالتالي أصبحت الشرعية والتحالف في حل من التزاماتهم بعد أن قامت الميليشيات بعدوانها على كثير من المناطق وخصوصا في مأرب ونهم، واستهدفت المساجد واستهدفت الأعيان المدنية واستهدفت قرى المواطنين واستهدفت أماكن كثيرة حيوية ومدنية وأعيان مدنية، فكان وأيضا في الحديدة، لأن الحديدة ما تقوم به الميليشيات ليس مجرد اختراقات ولكنها تقوم بأعمال قتالية مكتملة الأركان، وبالتالي كان الأصل أن تتحرك الجبهات وفق لكن نحن طبعا لا ندرك ما هي الخطة لدى المخطط الأعلى وما هي النظرة لدى القيادة العليا في الشرعية والتحالف، إنما كان وما هي أيضا الإمكانيات المتاحة وما هي ظروف الموقف، لأن بلا شك أن لهم تقدير معين للموقف ويعملوا عليه، ولكن عسكريا كان الأصل أن تكون الأعمال القتالية في كل الجبهات وأن تتحرك جبهات الضالع ولاحق والحديدة وتعز وكل مناطق التماس المباشر مع العدو في مختلف جبهات القتال، ويتم الضغط على هذه الميليشيات كما ذكرت لأنها لا تؤمن بالسلام ولا تلتزم بالاتفاقات، لا يمكن أن تلتزم إلا بعد أن يعني تضايق ويشعر الزوايا الصعبة وبعد أن يتحرك الميدان
يعني تحسم كثير من الملفات، بعدها ممكن أن يكون هناك جلوس على طاولة المفاوضات. طبعا تعز تحركات وهي متحركة ذكرت لك، لكن أحيانا بين فترة وأخرى تزداد أعمال القتالية وتزداد وتيرة المواجهات والاشتباكات، لكن جبهات تعز بالعموم هي جبهات مفتوحة، ويعني هناك أكثر من 36 نقطة تماس مباشر مع العدو في بشكل دائري على المحافظة، ولا تهدأ جبهة حتى تشتعل جبهة إما بأعمال هجومية أو أعمال دفاع نشط في جبهات أخرى. العقيد عبد الباسط الباحر نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز، شكرا جزيلا لك وتحية لك ولكل الأبطال الذين يسطرون أروع البطولات في جبال ومداخل مدينة تعز، يحمونها من الميليشيات الحوثية ويذودون عن حياضها. مشاهدينا الأعزاء، وكما هو معتاد دائما كلما حدثت هناك معارك تتدخل الأجندة الأممية عن طريق المبعوث بشكل واضح من خلال التحركات المستمرة التي تنقذ الميليشيات الحوثية في حال حدث هناك تقدم للجيش الوطني، كما تابعنا ذلك في التقدمات الماضية خلال السنوات الماضية في نهم أو غيرها كما حدث في جبهة الساحل. وبالمقابل أيضا يعني محاولة إترك ترك المجال للحوثيين ليصلوا إلى أمر معين واقع، ثم بعد ذلك يتم الحديث كما سمعنا اليوم عن إيقاف للمعارك والمحافظة على التهدئة بعد أن يكون الحوثيون قد يعني حققوا ولو جزء مما أرادوا له. أستكمل هذا الموضوع وأختم به حقيقة مع الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. طبعا يعني لن نسأل هنا عن متطلبات الجيش المرحلة وما الذي ينبغي أن يكون، فمن خلال دخولك ومشاركتك الدائمة معنا ربما نصحت وقلت وحللت بما فيه الكفاية لمن أراد أن يعمل أو يأخذ ببعض من هذه التحليلات، لكن دعني أوجه الحديث نحو أمر آخر، وهو أن هذه المعركة معركة اليمنيين، وهي معركة مصيرية لهم أولا، ثم أيضا معركة يعني الشعب والوطن العربي ضد مشروع إيراني يعني متغلغل في المنطقة كلها ومن ضمنها اليمن. ونتساءل حول هذه النقطة، يعني ما المطلوب؟ طبعا بعد التحية لك أخي الكريم وللمشاهدين، الضخ الإعلامي الكبير والهائل الذي رافق سقوط أو يعني انسحاب الجيش من بعض المواقع في نهم بما في ذلك الفرضة، الضخ الإعلامي الذي رافق ذلك كان ضخا مقصودا، وكثير من هذا الضخ خرج من مطابخ الحوثيين، وللأسف الشديد الكثير من مؤيدي ومناصري الشرعية بحسن نية ساعدوا في نشر هذا الضخ الذي خرج من تلك المطابخ التي يشرف عليها الحوثيون من أجل إيقاع الهزيمة المعنوية والنفسية بالجيش والشعب. لكن الواقع أن الخسارة هي كبيرة، لا يمكن التقليل من شأنها بأي حال من الأحوال، لكن الضخ الإعلامي الذي رافقها وواكبها أكبر بكثير من حجم هذه الخسارة، وأراد هذا الضخ الإعلامي كما قلت إيقاع الهزيمة في نفوس الناس، تحبيط معنويات الجيش، نشر البلبلة، الإعاز بأن مأرب والجوف قد سقطتا أو على وشك السقوط، أو أن الحوثي دخل أجزاء واسعة من مأرب، كل ذلك طبعا ضمن سياسة إعلامية واضحة اشتغل عليها القائمون على الإعلام، ما يسمى بالإعلام الحربي لدى الحوثيين. أخي العزيز، والله لو وصل الحوثيون إلى سواحل عدن مرة أخرى، على المستوى الشخصي لما شككت لحظة واحدة في هزيمة هذا المشروع. هذا المشروع جذور هزيمته ونهايته تكمن في ذاته، لأنه مشروع عدمي، لا يقدم دولة، لا يعد خططا للبناء، يعني مشروع قائم على القتل والتدمير، وشعاره القتل والموت، ليس في وارد
شعاراته بناء دولة، بناء مستشفيات، بناء طرق، بناء مدارس، شبكات اتصالات وكهرباء. هذا ليس في 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 في, في مشاريعه. وبالإضافة إلى أنه مشروع سلطوي ومشروع سلالي ومشروع طائفي، كل ما يجعل هذا المشروع يستمر في حيويته إنجاز أن نسمي ما هو فيه من حال حيوية، هذا الذي يساعده على الاستمرار هو تفرق الخصوم، نقولها بكل صراحة. وإلا فإنه لو اجتمع اليمنيون على قلب رجل واحد، أو لا نقول على قلب رجل واحد، لو اجتمعت الطائفة الأكبر من اليمنيين على مواجهة هذا المشروع لانتهى. الحوثيون كسبوا أغلب معاركهم التي يزعمون أنها نصر إلهي بالمكر والخديعة، والنصر الإلهي لا يأتي بالمكر والخديعة. هم يكسبون المعارك بالأموال، بشراء الذمم، بإفساد الناس، بخلخلة الصفوف. هذه ليست طريق الله في إحقاق وإنجاز النصر الذي يزعمون. ولو توحد الناس على مواجهتهم لانتهوا. كثير من الناس لديهم شبهات مع الحوثيين للأسف الشديد، وكثير من الناس ربما يؤذر لاختلاط الأمر. كثير من الناس يقول نحن ندافع عن الوطن ولا ندافع عن الحوثي، وهذا معذور لأنه يجهل حقيقة هذا المشروع وارتباطه بالمشروع الإقليمي الكبير في إيران، ويجهل حقيقة سلالية هذا المشروع، وأنه لا يسعى للدفاع عن الوطن وإنما في السطو على السلطة. وإلا فإن الذي يدافع عن الوطن لا يجلب أصلا ما يسميه بالعدوان. الذي يدافع عن الوطن وأن يعتدى عليه دون أن يكون سببا في جلب هذا العدوان الذي يسميه يدافع عن الوطن. لكن كثير من الناس بالطبع خدع بهذه الدعاية بأنهم يدافعون عن الوطن، ولذلك يقومون مع الحوثيين في قتالهم. وعندما يأتون إلى مناطق الشرعية كثير منهم يبحث عن هؤلاء الذين ظن أنه يدافع عن الوطن ضدهم، ولا يجد إلا اليمنيين من إخوانه. كثير من الناس كذلك يعني يظن أنه يدافع عن وحدة البلاد، وأنه لابد أن نستعيد كل المناطق في الجنوب وكل مناطق في الشرق، وبالتالي لابد أن تتوحد. هناك من هو ينطلق من منطلق يعني نية سليمة في ذاته، لكنه كما قلت يجهل حقيقة ويجهل أهداف هذا المشروع الخبيث الذي يستطيع للأسف الشديد أن يتلون في أكثر من لون. فيظهر للزيدي أنه يدافع عن الزيدية، ويظهر لمن يحب الوحدة بأنه مدافع عن الوحدة اليمنية، ويأتي للهاشميين بأنه ويقول لهم بأنه يدافع عنهم ضد تغول الذين يريدون سحقهم وإنهاء هذه السلالة. فيأتي لكل بما يريد، ويعزف لكل على كل وتر أغنيته المفضلة. يجب أن نكافح هذه الدعاية بمزيد من الوعي، بمزيد أيضا من الصبر على الناس، لأن الناس قد يتهمونك بما يكون وما لا يكون، يقولون مرتزقة، خونة وما إلى ذلك. لكن علينا أن نصبر، وعلينا أن نتفهم أن الجهل متفش في كثير من شرائح المجتمع، وأن هذه الشرائح تحتاج إلى صبر وإلى نفس طويل وإلى حكمة في خطابها إعلاميا وسياسيا، وفي مخاطبتها أيضا ثقافيا واجتماعيا، من أجل أن نسحبها أو نسحب البساط من تحت الحوثيين، ونسحب هذه الحاضنة التي يريد الحوثي أن يغلف نفسه ومشروعه بها. الأمور يعني بإذن الله ليست بهذا الحجم الذي يهول هؤلاء الذين يعني يمتلكون هذه الأجهزة الذكية ويغردون بما صح وما لم يصح، ويعرفون كما يقال بما لا يعرفون. أغلب الهزيمة النفسية تصيب أولئك أولئك المهاجرين في الخارج. أغلب الهزيمة النفسية يأتي بها أو تجدها في منشورات وفي تغريدات هؤلاء المنهزمين نفسيا الذين ليسوا في الداخل. أما رجال الميدان فخطابهم واضح، نحن نقاتل من أجل وطننا، من أجل بلادنا، من أجل أهلنا، يعني نقاتل من أجل العودة إلى مناطقنا. وهذه كلها مطالب حق، لا يمكن أبدا لليمنيين
أن يحتج عليهم أحد في العالم بأنهم يخوضون معركة ظالمة في الحوثيين. لماذا؟ لأننا كنا في الحوار الوطني قاب قوسين أو أدنى من إنجاز اتفاق وانتقال سلمي للسلطة، لم يكن لدينا متبقيا إلا الاستفتاء على الدستور والانتخابات. جاء الحوثي وقلب الطاولة على الجميع ثم زعم أنه يدافع عن الوطن، لكن الذين يواجهون الحوثيين اليوم هم الذين يواجهون طغيانه، هم الذين على الضفة الصحيحة، على الشاطئ الصحيح. أنا لا أقول ذلك لأنني من هؤلاء، بل أقول ذلك لأنها هي الحقيقة. الكل في اليمن يعلم بأن المجتمع والشعب والحكومة بذلوا كل ما في وسعهم من أجل منع الحرب، وأن الحوثي والذي شنها قبل أن يتدخل الطيران أو ما يسمى بالعدوان بشهور طويلة. إذن أنت تقاوم الحوثي، أنت على الصح، أنت في الجبهة الخطأ. لا ينبغي أن يتسرب الشيطان إلى نفوس بعض الناس يقول إننا نقاتل اليمنيين مثلنا وهكذا. نعم، نقاتل اليمنيين بغوا علينا واعتدوا علينا وظلمونا وهجروا الناس وفجروا المساجد وفجروا المدارس وهجروا الأطفال من مدارسهم إلى جبهات القتال. ألا يحق لليمنيين أن يقاوموا وأن يواجهوا هذه الفئة الضالة وهذا المشروع السلالي البغير وهذا المشروع المرتبط مشروع قومي إيراني لا علاقة لنا به لا من قريب ولا من بعيد؟ فعلا لهم كامل الحق، وضمنه لهم الكتب السماوية والقوانين الدولية والأخلاق حتى والقيم. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، ختمنا معك بهذا الحديث القوي حقيقة، فكل شكري لك وكل شكري لكل الضيوف الذين دخلوا معنا في حلقة اليوم، نقلوا لنا صورة من الميدان ووجهوا الرسائل لمن يريد أن يسمع ويفهم المشهد كما هو لا كما يصوره أيضا العدو. تحية لكم مشاهدين الكرام على المتابعة، ونلقاكم في الحلقات القادمة لنناقش مستجدات الأحداث ونسلط الضوء على كل جديد.